ينعاد عليكي بالصحة والعافية وينعاد على كل المشاهدين وبصبحكم بالخير مع ورشة ملح مع الشفشادي معنا 18 دقيقة سريعين جدا. يمكن ما لحق أعمل كل الأشياء اللي عملناها، إذا ما لحقت أعمل بكرة رح أرجع كمان هيك شوي صغيرة نرجع نشرح نتفة صغيرة عن هذا الموضوع. طيب أول شيء بالنسبة للتريف اللي عملناهن اليوم الصبح كانت كمان شغلة سريعة وحلوة وطيبة، ولا بعد شوي صغيرة رح نكتب قدامنا كمان الوصفة من جديد. شو عملنا؟ جبنا البسكوي طحنناهم، من بعد ما طحنا البسكوي كنا عم ندوب الزبده على النار، اوكي؟ يعني دوبنا شوي صغير الزبده، البسكوي صاروا عندنا مطحونين، اللوز صار عندنا مطحون، حطينا اللوز مع كمان البسكوي مع بعضهم. صح. دلقنا عليهم الزبده، بنفس الوقت كنا على البان ماري، يعني طنجره فيها مي توصل حرارتها لل 60 70 درجه ماكسيموم، وعليها طنجره ثانيه في بقلبها الشوكولا، استعملنا الدارك تشوكلت، اوكي؟ يعني فينا كمان نستعمل الوايت تشوكلت اذا اذا جايين على، بس نحن بنعرف انه نعرف انه كثير بنحب كمان ال شو اسمه الكريسماس ترافلز، اوكي؟ معمولين دارك، يعني مش ابيض، مش معودين على اللون الابيض مع انه موجودين. ايه بس اطيب هيك لانه بتصير كثير حلوه، هي بيكسر شوي حلاوتها. بس انا بس بتحطي اقل من الشوكولا بتزبط، لانه بتزبط الوصفه بس انه مش متعودين عليها. صح. شو عملنا بعدين؟ لك انا الشوكولا مع الزبده مع البسكوي مع اللوست حطيناهم مع بعضهم. في كثير من الدول وكثير كمان من الاشخاص بيحبوا يطعموهم بطعمات مختلفه، ممكن يحطوا بقلبهم انواع من الالكول او غيرها. وشو عملنا بعدين؟ عملنا هالعجينه وحطيناها وين؟ بالبراد. ايه لما صارت بالبراد رجعت جمدت، الشوكولا بيرجع بيجمد والزبده، صار عندنا خليط بجنة هلا بنشوفه بعد شوي صغيره. كورناه، جاي من فعل كوره. نعم. فعل مش موجود بالقواعد العربيه، اوكي؟ وجينا ملسنا او جينا دحرجنا او جينا غطسنا بالكاكاو. وجينا حطيناهم وحطهم بقلب العلبه تبعيتهم 100% الكيس تبعهم. اللي بدي اقوله انا شو اسمه، في كمان هلا اول شيء خلصنا من هذاك الموضوع، هلا بدنا نكتب الوصفه. ما رح نكتب اكيد الوصفه لانه في حدا هو اللي بحط الوصفه، ما رح يحطهم ابدا. فات يتفرج على الاكلات، فات على التريوب، ضيفوا حبه التريوب معلش يلا روح حبه اثنين. طيب يلا بتنزلنا الوصفات بعدين بلال. ماشي سرقه، ماشي سرقه. انت تعبت اليوم يا سحر، كثير تعبت اليوم. باي، روح حط لي الوصفه يلا ناطرينك. يلا اوكي بتعقد. اما بالنسبه للعجينه الثانيه تبع البانيتوني الكذاب، كذاب هو البانيتوني، يعني قريب شوي الوصفه بس البانيتوني بده يخمر اليوم. اوش تنقول انه البانيتوني هو انواع من الكيك، انواع لانه في كثير طعمات للبانيتوني، انواع من الكيك الايطالي يلي صار مشهور بكل العالم ويصنع بكل الاماكن الحلويات بكل ايطاليا وبتوزع كمان على كل العرب. صرنا هلا كمان بنلاقيه بكل شيء، في كمان بيستريز موجودين كمان بالعالم. صح. هلا انتبهي، المشكله تبعيته انه اذا ما نجهزه بالبيت مش صعب بس بياخذ مراحل عديده من التخمير. تعملي بيتخمر بعد بيتخمر. هلا انا شو عملت؟ خمرناه مره واحده بوصفه لعبت عليها شوي صغيره، رح يكتبوها كمان المشاهدين قدامهم لما يوصل بلال على برافو عليك. بدي اقول الوصفه هي كانت من اللبن، من السكر، من الفانيلا، عندنا كمان من البيض. صح. يعني حطيت انا بيضتين مع السكر مع اللبن، وبعدين حطيت عليهم كمان من برش الحامض بقلبها، شوي صغيره من الفانيلا، جينا خفقناهم كلهم سوا وجينا حطينا عليهم 5 أكواب من الطحين. اوكي. يعني هلا هن بس يشوفوا اكيد مع الخميره ومع شوي صغيره من الملح، يعني خميره وشوي صغيره من الملح، وطعمناها بالفواكه المجففه. يعني طلعي هون عندي انا هون تنقول شو هودي؟ هولي ستروبري. ايه. اوكي فراوله، وعندك كمان هون جبنا كمان نحن هون الكرامبري المجففه، وجبنا كمان كرامبري. الكيوي. اوكي طيبين، ما هيك يا سحر التريف بيعقدوا كثير. طيبين بدو اقول بعد شوي. لكن وهون عندنا التفاح المجفف، لكن شو حلوين كمان بيعقدوا، هودي من التعاونيات سرقناهم من زمان. يلا اوكي، والتين المجفف، موز مجفف، زبيب، شو ما بدك بتحطي بقلب العجينه. لكن بنخلط احنا اوكي المكونات تبع هالكيك بالكمان الفواكه المجففه مع بعضهم مع الخميره، بعدين شو بنعمل؟ بنخليه يخمر بقلب القالب. يعني بنحطه بالقالب وبيخمر بقلب القالب، بياكل بياخذ شكل القالب اللي بدنا اياه، اي قالب كان. خلينا نروح نشوف القوالب، شو رايك؟ نرجع لورا شوي صغيره. بس بابا نويل ما رح يجيب لك كادو السنه شادي، لانك عم تعمل عم بتكذب، عم تعمل بانيتوني كذاب. بانيتوني كذاب. هلا خلينا هون هون اخذ القالب تبع الانجلش كيك. اوكي خلينا نشوف هون كمان. يلا اوكي طريقه كمان جميله. تبي كثير سخن؟ ايه اوكي ايه. لانه بعدنا هلا عاملينه. واو أوه. جميل جدا هيك. بدك تقلبها معي؟ ايه احسن. يلا هوب كمان طريقه هيك جميله. هلا كمان بنقصهم بنحطهم هون، نرجع بنجيب كمان الثاني. يلا اعطيني كمان شكل ثاني، كمان شكل البانيتوني الثاني. طلعي كيف هلا هون اول بيقلب معنا هون.
يلا لنشوف. مش رح علي اياه، ما بدي احرق حالي، بدي اخلص كمان هلا الجيوش. واحد اثنين ثلاثة هوب. كمان اخذ معنا كمان الشكل الجميل. رح اجي كمان واحد اثنين ثلاثة ثلاثة عظيم ثلاثة راحوا طريقة جميلة. رح نحطهم هون هلا. طلع هون شو حلو شكله، شكل باليتوني كمان سريع، بقالب حلو بطريقة كمان سريعة. هون شكلها كمان صحيح انجلش كيك، بس لكن الزبيب كمان بقلبها، يعني نحن هون فينا نعملهم هلا على العيد. صح. وما رح نقطعهم هلا، رح قطعهم بكره لانه بيكونوا بردوا. صح. بس يكون سخن، اذا بدنا ناكله هو سخن رح نلاقي حالنا بعده معجن شوي صغيري بقلبه. هيدا شكله، شكل كمان البانيتوني الكذاب، هو البانيتوني بيجي بهالطريقه واعلى. ايه اوكي، لانه بيكون اكيد الكميه العجين بتكون اكثر، القالب بيكون اكثر. وفي هلا بعد البيوت او بعد كمان الاشخاص اللي عم يحضرونا بلشوا يعملوا البانيتوني بالتانكي، يعني بتعرفي انت تانكي السمنه يلي بتشتريها تانكي. ايه مزبوط. شو بيعملوا؟ بياخذوا التانكي بيجوا بنطفوها مزبوط بقلبها، بيحطوا دير مداره من ورق الزبده وبيحطوا العجينه بقلبها. شو بيصير؟ بصير عندنا بيطلع هيك مثل البانيتوني. احنا بنعمل له قوالب ونتكلف كمان على الموضوع، وهيك كمان عم بيصنعوا ان كان كذاب وان كان صادق وان كان اصلي. طيب، لكن هيدي كمان طريقه. هلا لكن يعني اخذنا هلا فكره، اول شيء كتبنا قدامنا هلا الوصفات. يلا شو يا بلال حيطلعوا؟ لكن بلا هلا بعد شوي رح تكتبوا وصفه كمان التروف قدامكم. هالمكونات فيكم تخلطوها كلها، بس قلنا الزبده بدنا ندوبها، الشوكولا بدنا ندوبه. ونجي شو نعمل؟ نجي نضيفهم على اللوز والبسكوير مطحونين. لما بنعمل نحن هالعجينه فينا نجيبها، نفرجي العجينه شوي صغيره شوي صغيره. خليكي عندك. يلا انا عندي نجيبها هون ليكي. يلا ليكي شو رح اعمل، بس ليشوفوا المشاهدين العجينه بتصير هيك. ايه مزبوط. شو بنعمل؟ خلينا ناخذ نحن شوية مي لكي هون، لأنه بدي فرجيهم للمشاهدين شوية مي. أول شيء ها شفنا كيف، أو فينا نحط نقطة زيت كمان من دون أي مشكلة. بناخذ هيك شو بنعمل هالكرة. ايه لحتى يشوفوا الكمية كيف كانت. شفتي؟ اوكي طلعي كيف هون، بنحطها بقلب كمان الكاكاو وبتتصيدها بالمصفية. طلعي شفتي شو حلوين؟ ووووب. وبنحطها كمان بقلب هالأوراق الحلوين ليكي، اللي نحن كمان موجودين بكل الاسواق اليوم. طلع هيدي ورقه وهيدي بقلبها بهالطريقه. لكن العجينه هون وهون عندنا الكاكاو. اوكي فهمنا هذا الموضوع؟ واضح. ماشي كثير، نرجع لورا. يلا اما بالنسبه برجع بعيد للبانيتوني لنرجع نشرح. جينا نحن خلطنا لك المكونات، رح ارجع عيد ورح نرجع كمان نكتبهم بعد شوي. البيضتين لما خفقناهم مع السكر ضفنا لهم بعدين من الفانيلا بقلبهم، حطينا من اللبن من المي ومن كمان الطحين كلهم مع بعضهم مع الخميره والملح والفواكه المجففه. كلهم بنعجنهم مع بعضهم من دون اي مشكله، بيطلع عنا عجينه. هالعجينه بنقسمها، فينا نعمل بانيتوني صغار، يعني فينا نحطهم بقوالب صغار، فينا نعمل كبار. بس ارجع بعيد، بانيتوني كذاب بكل معنى الكلمه، لانه البانيتوني الاصلي بيتخمر بطريقه مختلفه مع وصفه كمان تقريبا مختلفه. منيح هيك؟ صحيح. يأ. موضوع ال بس نغسل ايدينا. يلا غسل ايديك مشان البوش. موضوع البوش. البوش هيدي هلا ملكة العيد. اليوم كنت محضر حالي تنعمل كمان عجينة البوش. ايه. بس بدها على القليلة البيض مع السكر، انا عم بخفته هون. بده يعني هالسبع بيضات مع حوالي كوب من السكر، بدهم حوالي 7-8 دقائق نخفقهم. بعدين بدنا حوالي 4-5 دقائق تنجي نغربل الطحين عليهم. ايه. ونحرك وبعدين نمدهم بقلب الصينيه. انا جهز كل شيء عندي، بس رح انا احضر بكره هذا الموضوع. ايه احسن فرجيهم هيك بسرعه كيف بصير. من بعد ذلك بتطلع العجينه من الفرن، بنكون احنا محضرين. انا محضر هون ليكي، محضر هون شو؟ الزبده او الباتر كريم، ومحضر هون كمان شو اسمه شوي صغيري من بياض البيض مخفوقين مع الكريم كمان فريش. وراح ضيف لهم هلا من المسكربوني. يا عيني على المسكربوني يا شيف شعري. المسكربوني كل العالم بتحبها. ايه. اوكي موجوده. تنغير شوي صغيري عن الكستنا، تنغير شوي صغيري كمان عن الشوكولا، فينا نروح على كثير من الخلطات. بقى اليوم حبيت تروح على الرمان. واو طلعي هون هذا المسكربوني كلهم سوا هلا هيك، من بعد ما بنكون نحن خلطين. طب خلينا نخلطهم شادي، وخلينا نحن بهالوقت بس نروح شوي عند رولا. يلا نروح عند رولا نشوف رولا. نعم. شو الاوضاع عندها بمدينه علي؟ يلا. هاي رولا. لا إذن
كمان يكفوا على غني والرقص هون وشعب حلو. بس للاسف في مشكله بالصوت. شو اسمك انت؟ عم نرجع لها. يلا بنروح لعندها. تالين اوكي. وانت بتحبي بابا نويل وبتحبي العيد وطلعتوا تشوفونا هون؟ قد ايه عمرك؟ 5 او 4؟ انت كثير حلوه ما هيك؟ انت مش قبل ما نرجع نختم وشاف شادي عم ببلش يحط لنا هيك الاجواء ويجوعنا عم بيقطع البيوش، بس بكره رح يقطع بالوقت اللي رولا بل 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 سمعتيها شيء؟ بالوقت انا لا كفت مش الحال كفت مش خلصت هلا؟ كتر خيرك فلت من علي؟ لا باقي هلا ما بده يفضوا كل الفان الهدايا كلهم. ايه لكن احنا بهالوقت كان عندنا نحن عاملين البيوش عاملين العجينه محشيه بقلبها كمان الكريم دو بور اللي كمان هلا عم نشوف كمان بعد شوي صغيره الوصفه تبعيتها. حطيناهم بقلب حطيناهم كلهم بقلب هالرول لفيناهم ورجعنا هلا قطعنا نحن بهالطريقه وحطيناهم. ضل عندنا هلا نحن نجي نزين بالكريم الماسكربوني. رح انا كمان هلا نزيح نحن هيدي ليه اخذتها؟ اوكي لا لا رح زيحها انا ما رح احطهم لك وين هم بدنا ناكلها. ليش انت؟ في زياده رح اغسل بس ايدي بسرعه اوكي مشان دغري نمد الكريم. بدي منك بس انا تيجي تختاري انت من هون شو بدك القصص اللي بدك انه نزين فيها. اوه ايه يلا عظيم اوكي تفضلي لك عن هون. يلا ها وبهالوقت رح فرجي المشاهدين بدك كل هدول البابا نويلات. انا اذا بتطلع هلا هون هاي طريقه كمان هون انا عندي كم حبه من الرمان. طلعي كمان هون غيدا ايه كم حبه كم حبه؟ شي 200 والله او لا شي 100 مش 200 شي 100؟ طيب شي 100 حبه لك من الرمان. كيف شلنا الرمان لما جينا قطعنا الرمان؟ طلعي كمان غيدا هون قطعنا الرمان بهالطريقه هاي ايه. كيف بنشيل الحبوب؟ بنجيب هون لايك هون شلنا قايلين كذا مره ايه. بينزلوا الحبوب من دون ما نوسخ حالنا قد ما بدنا من دقدي اذا عندنا وقت بيطلعوا كل الحبوب من قلبها من دون ما نوسخ ايدينا ابدا ابدا. وهون كمان بيصير عندنا حبوب الرمان بيعقدوا بجننوا. انا هلا رح بلش انا من هون هيك نزين نحن البيوش اللي عندنا. رح نشيل الكريم دو بور على جنب ونجي كمان لهون هلا. يلا يا شيف شادي بهيدي الكريم الماسكربون او الماسكربون اللي عنا تقربوا تقربوا للكابوني للكريم. طلعوا كمان هون بنبلش نحن نبلش كمان بالعجين بعدين كمان بننظف هودي كلهم سوا هالكريم كلها سوا بطريقه جميله يا شيف شادي. اوكي كمان برجع بعيد لك لما جينا نحن خفقنا بياض البيض من بعد ما خفقنا بياض البيض يا غيدا جينا كنا خافقين على جنب شو نحن من الكريم فريش. هالكريم فريش اللي عاملينه يعني كريم فريش بنجيبها شوي صغير يكون الدهون تبعولها عاليه يعني اكثر من اللازم يعني حوالي 35% حتى بس تخفق معنا تضلها مخفوقه لوقت طويل. ايه اذا جبنا طبعا 24% اللي هي بتكون مخصصه للطبخ الكريمه هون بتخفق معنا. ما بقول انا لا بس مشكلتها وين؟ مشكلتها انه بترجع بتهبط بسرعه. ايه لكن نحن جينا خفقنا لكن نحن هلا الكريم من بعد ما خفقنا الكريم كنا خافقين بياض البيض جمعناهم مع بعضهم من بعد ما جمعناهم مع بعضهم بطريقه يدويه. نعم اوكي؟ ايه جينا ضفنا ساعتها نحن عليهم من بعد هالطريقه اليدويه الحلوه ضفنا عليهم من الماسكربوني وكنا كمان حاطين بقلب كمان الكريمه شو عملي اشطك اياها هيدي واكلها لحالي كمان تيجي تجيب ملعقه وتدوق لنا اياها بشرفك حبه كيف اعمل هدول طب اوكي انا باخذ ملعقه صغيره بس انا بدوقها ايه دوقيها ايه جيب ملعقه صغيره انت بس انا بدوقها حط هدول هون دوقيها وقولي لي اعطيني علامات على 10 نشوف اذا كان عندك هال إذا كان ذوقك من ذوقي لأنه بتعرفي كل إنسان بيحبها ممكن تكون سكر زيادة يعني إنه فيها شانتيي وفيها ماسكربوني. شو رأيك غيدة تقول يعني؟ أنا عم أقول أكيد حتقول 8 ونص 9 والله برافو عليكي أخذنا لك علامة عالية على هذا الموضوع. لكن يا شيف شادي هلا هون بدي منك كمان أنا في عندك الكاكاو ورا يلا وحاطط فيهم بتعرفي شو؟ حاطط فيهم وينه الكاكاو؟ هونيك من بعد إذنك بس إيه ولو يا أهلا وسهلا طاير بس اكيد اذا كنت عندي وقت اكثر انا بيطلع معي كمان اجمل وبقدر كمان يكون انا رايق اكثر اوكي بطريقه كمان جميله ايه اليوم لانه وقتها كان قصير بقى مشان هيك هون ولك هون كمان بنحط هيك بطريقه كمان جميله واو صار شكلها مومبلان هلا كم دقيقه بتعرفي؟ قد ايه عندنا بعد كم دقيقه؟ اول شغله بدنا نعملها هلا قبل ما نحط الرمان على الوجه لانه نحن هلا اليوم عم نعملها مع الرمان بدي اعمله انا هلا رح اخذ شوي صغيره من الكاكاو وبري بلش اعمل هيك طلعوا كيف في صغيره على الوجه
غيرنا له لونه، واذا بدكم تخلوه ابيض فيكم تخلوه ابيض. انا ثلاث دقائق بعد شادي. ثلاث دقائق يعني نبلش نحن هلا هون هيك بطريقه كمان جميله. رح اجيب كمان هلا انا نتفه صغيره من الشوكولا من الفريزر، بدي منك انت تزينيهم بالشوكولا. رح اجيب شوكولا من الفريزر. شوكولا يا شيف شادي عاملينهم كمان نحن قبل. حلوه وبلش عم يوقعوا شوي هالشوكولايات، نحطهم هون. رح احط صغار انا بدي اعمل بيت ونكسر منهم شوي. طلع ها هو الشوكولا كسرنا منهم. تا 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 نعملها بهالطريقة. هذا بابا نويل قاعد هيك. شو رأيك أنت بهذا الموضوع هيك؟ يلا هذا الموضوع هيك هيك هلا أنا عندي كم حبة كمان من الرمان، هالحبوب من الرمان لك كيف نعمل فيهم؟ طلعي فهمتي كيف؟ حتى بقلب الحشوة الزبدة شو عملت فيها أنا؟ حطيت لك كم حبة رمان اليوم كثير. ما كترت كثير جوا، ما كترت كثير من جوا، بس من برا نحن بتجي انت بتعمليهم بهالطريقة بيعطوكي كثير طيب، كثير طيب صار السويت اند ساور، بس ناكله مع بعض. مش مرة جربي بهالطريقة الحلوة. اوكي خلوني بعد انا عم فكر عم فتش على الشوكولا. لا هيدا بدي اكل منه انا، هيدا بحبه كثير. يلا يلا شو رح اعمل؟ رح اعمل هون كمان انا هيك بهالطريقة، عندي هالقحصنة بروم انت يا حصان بطريقة هيك، بروم انت يا حصان بهالطريقة هيك، طلع كمان كيف بيطلع طريقة كمان حلوة. وهون جويو بدي هدول الصغار انا كمان، طلعوا كيف جويو نويل للجميع. كمان هون عنا الميري كريسمس مع البابا نويل، عنا كمان هدول كادو. واو حبيت انا الموضوع كمان هون هيك. خلص بكفي. فبهالطريقة بنكون نحن عطينا كمان فكرة. تعال نحطه هون. شو رأيك؟ يومي ايه. اوكي؟ طلع فكرة سريعة جدا اليوم. ايه؟ اوكي عملني ها خليك ليك، انا رح اعمل شغلي هون، رح اظبطهم بعد انا اكثر. ايه لا احسن ما يوقع. انا هيك ها؟ طلع كمان هون شو حلوين، وخلي رح ميري كريسماس مبينة كمان اكثر، وهون كمان هالطريقة هيك. يعني نحن فينا نحضر بالكريمة اللي عملناها اللي هي عبارة هلا إذا ما بدكم تدخلوا كثير. ميرسي. لك هون كمان عطانا هيك لك الجمال تبعك شفت نحطه هلا. ايه هيدي اذا ما بدنا ندخل كثير من بياض البيض فينا الكريمه اللي حطيناها من فوق اللي هي كريمة دي ماسكربوني او الكريم دي ماسكربون، شو نعمل؟ بس نعمل كريم شونتيي بس، يعني نجي نخفق الكريم فريش مع نتفه صغيره من السكر اذا حبينا او من دون سكر، وبعدين شو بنعمل؟ وبنخلطها مع الماسكربوني. فينا كمان نشتغلها هيك، واذا بدنا اياها تكون تشوكلت فينا نكون مدوبين شوي صغير من الشوكولا على جنب ونجي كمان نعملها بطريقه جميله. شكرا كثير شادي، رح نرجع نشوفك بكره نحن ان شاء الله باستوديو هون، ومثل ما قلنا لكم كمان سانتا عالم صباح مكفى معكم لغايه نهار الاربعاء لنهار عيد الميلاد، ان شاء الله بينعاد على الجميع يا رب، ورح نكون معكم بمرلياس بجبيل وبالزلقه مع كل اسره عالم صباح وتلفزيون مستقبل. بوسه كبيره، نهار حلو، بدي يفوت بقلب البوسه ها، رح اكيد ناكل هلا الاكلات اللي حد